خلصنا أخبارنا العالمية ومنها نروح لأسطورة جديدة من أساطير النادي الأهلي. نجمنا النهاردة هو الكابتن عادل هيكل، الحارس العملاق اللي كتب تاريخ كبير جدا جدا مع النادي الأهلي في حراسة المرمى. سهام كان عملاق في طبعا الخمسينيات والستينيات، أسطورة من أساطير النادي الأهلي. هو كان من أفضل 10 حراس مرمى في تاريخ أفريقيا من 58 لل 83، واختير كأفضل حارس مرمى في أمم أفريقيا سنة 59، وأفضل أيضا حارس مرمى في بطولة البحر المتوسط سنة 63 في نابولي الإيطالية. بعد التقرير اللي احنا هنشوفه عن كابتن عادل هيكل هنرجع تاني في البيت الكبير علشان كابتن هاني رمزي بقى يستقبل ضيوف اللي مشرفينا، الأستاذ محمود صبري، الأستاذ محمد القوسي. كلام مهم في البيت الكبير، تفضل. خليط من الموهبة والإمتاع والإمكانيات الكبيرة، شيخ حراس المرمى في النادي الأهلي ومنتخب مصر العملاق عادل هيكل. ولد عادل هيكل بمنطقة الجزيرة بمحافظة القاهرة في 23 من شهر مارس عام 1934. تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 1967، وعمل صحفيا بمجلة الجيل الجديد ومجلة الأنوار اللبنانية وجريدة الوفد. بدأ لعب الكرة في المدرسة رفقة زملائه، وخلال مباراة في مدرسة السعيدية شاهده حسين كامل مدرب الناشئين في النادي الأهلي حينها، فضمه لناشئي النادي في عام 1947، وعمره حين ذاك 13 عاما فقط. الظهور الأول لعادل هيكل مع الفريق الأول للأهلي كان محبطا، حيث خسر الفريق من الترسانة بنتيجة 6-2، وبعد المباراة قرر ترك كرة القدم وحمل نفسه مسؤولية الخسارة. لكن الأسطورة مختار التتش انتظره في حديقة النادي ورفع من روحه المعنوية، متنبئا له بأنه سيكون الحارس الأفضل في مصر. وصدقت نبوءة التتش وتألق عادل هيكل وبات حارس مرمى الأهلي الأول، ولقب بالحارس الطائر نظرا لقفزاته العالية وقدرته الفائقة على السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء، وتميز بالمرونة وحسن التصرف وسرعة البديهة، مما قاده في النهاية للتتويج مع المارد الأحمر بعشر بطولات للدوري الممتاز وستة ألقاب في كأس مصر. وكتب هيكل سطورا من المجد في مواجهة الفرق الأوروبية مع الأهلي، فتألق أمام أندية بنفيكا وبرشلونة والنجم الأحمر الصربي وفلومينيزي البرازيلي. وعقب مباراة بنفيكا عرض مسؤولو النادي البرتغالي على الأهلي ضمه مقابل 50,000 دولار، وهو مبلغ خرافي في ذلك الوقت، لكن هيكل رفض وتمسك بالبقاء في القلعة الحمراء. أما مع منتخب مصر فقد كتب عادل هيكل اسمه بحروف من ذهب، وهو واحد من أفضل 10 حراس مرمى في تاريخ إفريقيا خلال الفترة من عام 1958 وحتى عام 1983، كما اختير أفضل حارس مرمى في أمم إفريقيا 1959، وأفضل حارس مرمى في بطولة البحر المتوسط عام 1963 في نابولي الإيطالية. وفي عام 1969 قرر عادل هيكل اعتزال كرة القدم بعدما أصيب بخلع في كتفه الأيمن، ثم قرر دخول عالم التمثيل حيث شارك في 3 أفلام أبرزها إشاعة حب مع العمالقة يوسف وهبي وعمر الشريف وهند رستم وسعاد حسني. وعن عمر ناهز 84 عاما فارق شيخ حراس المرمى عالمنا في 22 من شهر سبتمبر عام 2018 بعد صراع طويل مع المرض.